السلام عليكم مرحبا بكم في الدرس الوغ غنبداو باذن الله بسم الله آه غنديروا الطول الكامل. بما ان عندنا في العرض ديال التوب متر ونص وحنا خصنا في الكاب تكون فيها جوج متر ديال الطول اذا غنزيد 25 سنتيمتر في كل جهه من طرف ديال التوب وها حنا حصلنا على الكاب ديالنا الوغ هنا عندنا طول انا درت 150 سنتيمتر متر ونص وفي العرض خمسة 35 سنتيمتر ياك وهنا غادي نزيد خمسة 25 سنتيمتر بحال غتاخدوها من دوك لي شويت ديال الثوب دوك الزوائد ديال الثوب 25 من كل جهه اذا شحال غتعطينا 25 25 هي 50 و 150 هي 2 متر ديال الثوب صافي يعني هاكا كونوا شويه ذكيه وخدموا اقلكم الا كان عندكم شي ثوب هكذا تاخذوا دابا هنا غتاخذي شوفي شحال هذا الكاب هذه شحال احتاجت ليا 35 سنتيمتر و 35 قولي شي 80 سنتيمتر في الكاب كامله صافي ها حنا كملنا الكاب ديالنا دوك الجوانب درتهم بتوب واحد اخر يمكن لكم ديروا بتوب ديالو دابا غنمشيو نخدموا القب القب غندير فيه الطول ديالو 45 سنتيمتر والعرض 30 سنتيمتر ونمشيو ونطراسيو هكذا واحد المستطيل نجي هنا غادي نهبط ب 12 سنتيمتر هذه غير باش ندير ديك الدائره ديالنا الدوران وصافي هنا 5 سنتيمتر باش نشكلوا داك الدوران غير باش تسهلوا عليكم وصافي نديرو هكذا نجيو هنا من الاسفل نطلعوا ب 10 سنتيمتر وندخلو بخمسة سنتيمتر ونسطر هاد النقطة مع هاد النقطة هكذا ونجي نلصق هادي مع هاد الحرف هنايا نجي هنا المنتصف ندخل بواحد سنتيمتر وندير داك الأغوندي شوية دوران شوية شتو وهنا غنجيو نقادو عاوتاني هنا باش ما نخليوش هذاك عوجة حنا كملنا القبه ديالنا صافي هنايا غتكون مسدوده هاد لابارتي هنايا فيرمي مقفول هاد البلاصه هادي درت بالستيلو مقفوله مطويته تمايا صافي وغادي نبداو ان شاء الله دابا في الخدمه ديالنا هنا علمنا داك الكاشكول ديالنا علمت المنتصف ديالو طويته على جوج علمت المنتصف نجي هنا هذيك القطعه اللي قلت لكم فيها 25 سنتيمتر هي هادي غنجي نلصقها مع الكاب ديالنا ولا مع الكاشكول ولا يعني ديك الجهه شفتوها كيفاش دايره داك الثوب كيتيري بزاف دو جيرزي يعني ااه ان tissu كي s'étire شنو غنديروا له في الثوب اللي كيكون كيتجبد بزاف كنديروه لتحت وكنخليو الثوب العادي الفوق داكوغ فين ما يكون عندكم شي ثوب كيتجبد وغتخيطوه مع ثوب عادي ديروا الثوب العادي هو الفوقاني والثوب اللي كيتجبد هو التحتاني دابا غنمشيو ندير واحد لا سيغ بيكور هكذا نطويو هنا ونمشي على نص سنتيمتر في الارض 1 سنتيمتر دو مارش دو كوتور فوالا حنا كملنا نتوما غتخدموا حتى <applause> جهه اخرى نفس الشيء انا بلا ما نخدم معكم جوج جهات كملنا هنايا غتزيد تحيدوا دوك الزوائد ديال الثوب بيان سيغ ها نتوما شوفوا كيفاش جا دابا غنمشيو نخيطوا القب ديالنا نخيطوا القب ديال انا درت هاد 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 الثوب هذا الجيرزي لي هذا اللي فيه مزغب هكذا هذا درتو دوبلور نتوما تخلو ديروه هو الوجه والدوبلور ديرو هو داك الكحل صافي ليكم الاختيار انا بغيت ندير هذا الوسط لداخل القب نتوما يمكن لكم ديروه على برا الو ها نتوما هذه اللي يدي صريه هي دورة العنق وهذه الجافين كي كل كيكون الوجه ديالنا وهذا السطح ديال القب وهنايا الخلف ديال القب ديالنا نمشيو نخيطو على بعد واحد سنتيمتر وفاش تبداو الخياطه ديالكم وتساليوها ديروا لاغيتمون يعني ديروا تصحيح الخياطه ثبتوا الخياطه ديالكم مزيان صافي نجي نخدم القب الاول اللي هو هذا دوبلور وعاد نمشي نخدم القب الثاني نفس الطريقه غتخدموا نفس الخياطه نفس كل شيء صافي نجي هنا ونحبسوا حيت الجهه اخرى راه مسدوده نقطع وها هو القب ديالنا الاول وجدناه دابا نمشي خيط القب هذاك الكحل نفسو نفس الشيء كنحطوا الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب وكنخيطوا من الداخل صافي ها هي الجهه اللي على يدي السريه هي دوران ديال العنق ونجيو من هنا الخلف ديال القب هكذا نديرو لاغيطمون ونمشي هكذا ونخيطوه كامل على بعد واحد سنتيمتر راه ما كنوصلش انا حتى الاخر بالخياطه لان الجهه قلت لكم مسدوده لا سور لا بليو دو تيسو يعني على الطويه ديال الثوب صافي حنا كملنا القب ديالنا بجوج بهم كملتهم دابا غنجيو نلصقو مع الدوبلور ديالو غنحطو الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب والمنتصف ديال القب مع المنتصف ديال القب هنايا تعلموهم هكذا وتنزلوا القب ديالكم هكذا وتجيو تخيطوه هكذا من الداخل ما تخيطوش دوره العنق تخيطوا غير الجهه الفوقانيه كامله الدوران هذه هذيك 45 سنتيمتر خلي خلينا كلها غادي نخيطوها صافي وتخليو الدوران ديال العنق ونمشي نجمع القب مع الدوبلوغ ديالو هكذا ونمشيو نخيطو كلها هكذايا الدوره الوغ كملنا ها كملنا الخياطه ديالنا, ديالنا ديال صافي ها هو القب ديالنا بدوبلور ديالو واجد صافي كملناه دابا شفتوا كيفاش يمكن ديرو ديرو لكم ديروا هذا على برا يمكن لكم ديروا هذا الاسود نتوما لكم الاختيار انا درت الاسود هو اللي الوجه ودوبلور رديتها هو داك الثوب اخر اللي مزوق نتوما يمكن لكم ديروا العكس الا بغيتوا دابا غنجيو هنا غادي المنتصف ديال الكاشكول ديالنا ها هو منتصف باش نركبو القب ديالنا دونك غنحطو القب المنتصف ديال القب غنحطوه مع هاد المنتصف ديال الكاب كنحطو الوجه ديال التوب هدا لي كيشوف فيه دابا هو الوجه ديال التوب وفاش تجيو تركبو القب غتحطو الوجه ديال التوب غنخيطو غي جهة وحدة غتخيطو غي ديك الجهة التحتانية ديال القب وحدة فيهم لي غتخيطو يعني غتخيطو غير جهه القب هكذا ماشي الدوبلور الدوبلور غتخليوها ما تقيسوهاش كاع وتخيطو غير هاد جهه القب هكذا على الطريقه وفاش غتجيو هنايا هاي هنا في هنا فاش غتخيطو هنا تكملو الخياطه ديالكم غتكرونطيو هنا الثوب باش تفرقوا القب مع الكاشكول ديالكم باش نقدرو نديروا الغلي بسهوله ونخيطوه بوحديتو صافي غير باش فاش نقول لكم راني كرونطيت هنا راني كرنيت تفهموني شنو درت هنايا في الاخر غتجيو ماشي في ماشي القب في الأخير هنا في الاخر ديال الخياطه غتجيوا هنايا غتكرونطي وغتكرانيو الثوب ديالكم هذاك الكاشكول غتكرانيوه صافي باش يبقى لكم أه كيفاش ديروا لوغلي ديالو بسهوله صافي غنجيو خيطوا على بعد واحد سنتيمتر انا حبس الخياطه هنايا شفتوا حبس حدا الخياطة اللي كينا ما بين القب و دوبلور ديالو فاش تكونو كتخيطو القب و دوبلور ديالو فين كينا الخياطة غتحبسو تما صافي دابا كيفاش غادي نخيطو هاد دوبلور هادي هي اللي عليها الخدمة راه فايتا خدمتها لكم في واحد الجلابة زرقاء لابساها أنا درت لكم هاد الطريقة القب هكذا شوفو دابا هنا في قلت لكم أن بلاتي هانتوما شوفو الدوبلور كيفاش غنديرو الدوبلور هنا طوفا واحد سنتيمتر هكذا و تجيو تبتو بالفنيتة ما غاديش نخيطو دابا غير باش فاش نقلبو الثوب ديالنا باش نقلبو هاي شوفو فين كونطات هاي في النهايه هنا ديال الخياطه ديال القب كرانيت هنايا باش نقدروا نطويو هاد الكاشكو ديالنا ونخيطو لو ديالو بسهوله هاي كونطات في الجوانب بجوج بهم درت واحد الفتحه هنايا صافي ها هي باش تبقى لنا هنايا باش يبقى لنا الكاب بوحديتو دابا غنجيو هنايا كيفاش غنخيطو الدوبلور ديال القب ها نتوما انتبهوا معايا هذه هي الدوره ديال العنق ياك غنجيو هنايا الدوبلور يعني تشوف لي عندكم الداخل نتوما الا درتو الكحل هو اللي داخل اذا غتحلو الكحل صافي الاسود غنجيو هنا غنديرو واحد الفتحه تكون فيها تقريبا شي 8 سنتيمتر نحلو هنا هاد الثوب هذا شي 8 سنتيمتر باش نقدروا نخرجوا منها آه الكاب ديالنا ونخيطو من داخل هذيك الدوبلور صافي هنا حليت وسيروا الجهه اللي ما الجهه اللي غارقه هذه هي دوره العنق ها نتوما ندخل هكذايا ها هي القب ديالنا هكا انا درت لنا فتحه ها هي غنجيو هنا غنطوي واحد سنتيمتر ونهز ندخل داخل هذاك السورجي اللي عندنا ديال دورة العنق نهزو لداخل لهيها هانتوما لداخل ونحط هاد التوب ديالي هاكا نتبت بواحد الفنيته دابا كاع ما نخيط هكذايا غير باش فاش نخشي يديا ونقلب الخدمه ديالي نقلب التوب نلقاوها شاده المكان ديالها واخذ المكان تاعها دابا غنجيو ندخلو يدينا هنا ونخرجو الكاب ديالنا هكذا بشويه عندك تقطعو التوب سورتو هاد التوب هذا ديال دير بحال الصوفه أه دغيا كيتخسر دونك أه كونوا شويه يعني سو سوانيوزمون تقلبوا هذاك أه القب هنا قلبت أه يعني تقلبوا غير بشويه باش ما تقطعوش الثوب ديالكم صافي هنا قلبت هكذايا ها انتم هي الجهه فين كنت كونتيت دابا غنمشيو نلصقوا شوفوا معايا هنايا شتو كنا كرانينا ياك قلت لكم هاي كرانينا اللي على يدي هي الكاب اذا غدفعوها لتحت باش ما تخيطش لكم وغتجيو تخيطوا تحطوا القب مع القب دورة العنق ديال القب مع دورة العنق ديال القب اللي آه فايتين خيطنا نجمعو مع بعضياتهم هكا نمشيو نخيطو المهم نتوما فاش غتكونوا كتخيطوا راه غادي تفهموني شنو كنقول لكم ديروا نتوما غير في التصغير خذوا غير طرف الثوب صغير وجربوا بعد هذا الشيء اللي كنقول لكم عاد طبقوها في الكبير ان شاء الله حاولوا انكم ديك الجهه فين كرونتيتي فين كرونتيت الكاب ديك التقطيعه اللي درت باش تبقى لنا الكاب بوحديتها حاولوا ما الكاب ما تدخلوهاش هنايا ما تخيطوهاش تخيطوا دابا غير الدوران ديال دوره العنق مع القب مع الدوبلور ديجا خيطنا دوره العنق مع القب دابا غنمشيو نخيطوهم بثلاثه بهم نجمعوهم مع بعضياتهم ها نتوما شوفوا هاديا هنايا الكاب غنهبطوها لتحت باش ما تخيطش لينا هكذا غنخبيوها لتحت ونمشيو نديرو قب مع قب هكذا دوره العنق ديال القب مع دوره العنق القب ونمشيو نجمعو مع بعضياتهم صافي نمشيو نخيطو هكذا حتى الاخر بعد ما خيط دابا دماغ غنمشي نرجع هذا الشيء في المكان ديالو غنمشيو عاوتاني لهاد المكان اللي خلينا هذه الفتحه ونخرجوا منها الكاب ديالنا هكذا شوفوا دابا الفينيسيون كيفاش دايره ما غتبقى عندكم لا على برا ولا على الداخل الخياطه ما نهائيا الخياطه فايت خدمت معكم دابا نديرها هنا في النهايه ديال الفيديو غندير لكم جلابه اللي خدمت لكم بهذه الطريقه القب شوفوا هانتوما شوفوا ما كاينش كاع الخياطه نهائيا شوفوا وهنا الكاب ديالنا بقات بوحديتها اللي قلت لكم هيا شفتوا الكاب علاش قلت لكم تفعل تحت باش نقدروا من بعد نطويوها ونخيطوها بوحديتها صافي بعد ما كملنا دابا غنجي نسد هذه الفتحه هذه اللي كنا خلينا نطوي هكذا واحد سنتيمتر من كل جهه لداخل ونجي نسدها يمكن لكم تسدوها بيديكم بلوغلي ويمكن لكم تسدوها بلا ماشين وما تدخلوش بزاف هنايا في الخياطه يعني غتشوف في لي بور غتشوف في ف فوالا غتشوف الحرف ديال الثوب صافي كملنا صافي حنا كملنا خياطه, خياطة ديالنا دابا غنجيو هنايا نثبتوا القب مع الدوبلور ديالو غير بيدينا تاخذوا ابره وخيط انا راه مورا خيطتها ولكن ما, ما تسجلتش ليا دابا غير كنوريكم وصافي هذا حيت من بعد غنقطع هذا الخيط هذا انا راه كنت خيطتها صحاب ليا كتسجل ما تشجّلتش. صافي تجيو تدخلو هنا شوفو فاش تجيو تفيكسيو القب مع الدوبلور ديالو هنا تجيو في هاد الخياطه هادي فاش غضربوا الغراس غضربوهم هنايا شوفوا تبقاو ماشي مع هاد الخياطه حتى تحسو براسكم شديتو الدوبلور ونضربو هكذا شي تقريبا 3 سنتيمتر وما بين الغرزه وغرزه ما يكونوش بعدي بعضياتهم صافي جمعتهم مع بعضهم دابا شنو غادي نديرو

واخيرا كملنا الوغ نتمنى ان هاد الكاب هاداتنا الاعجاب ديالكم وان الدرس يكون خفيف ظريف عليكم وما تنساوش تشجعوني بشي تعليقات زوينين واعجاب القناه وتشاركوا الفيديو مع خواتاتكم ولا صحاباتكم اللي بغيتوهم يتعلموا يديروا هاد لي كاب هادو ومرحبا بالجميع ان شاء الله فوالا voilà. حتى نتلاقاو ان شاء الله في الكاب الثانيه ها نتوما شوفوا كيفاش جات شوفوا الفينيسون كيفاش جات ما شاء الله عرفتي الا كنتو غاديين شي عرس ولا شي حاجه وديروها المهم نتوما غتخدموها بالثوب اللي بغيتو نتوما داكوغ كتجي غزاله ما شاء الله شي حاجه ماشي سواقيه ماشي كلشي لابسها واعره وشي حاجه خدمها بيديك كتحسي بها تقدروا حتى تصيبوهم وتبيعوهم علاش لا يعني تبارك الله ما كتاكلش الثوب بزاف وتجيب لكم الفلوس ما شاء الله علاش لا الواحد يخدم يديرها بخوجي مشروع ويبيعهم آه يلا غادي نقول لكم دابا بسلامه وتنطلق ان شاء الله في الدرس القادم